النهارده دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعه اعمال تنفيذ مشروع التجمع العمراني بجزيره الوراق. حضروا وزير الاسكان، محافظ الجيزه، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، عدد من مسؤولي الجهات المعنيه. شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضروره الالتزام بالبرامج الزمنيه المقرره لتنفيذ اعمال الاخلاء للمنازل والاراضي بمخطط تطوير جزيره الوراق، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في جزيرة الوراق، مع التصدي لأي محاولات بناء مخالف بالجزيرة. دكتور محمد فريد، مدرس مساعد بكلية التخطيط العمراني، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ إيهاب، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. دكتور محمد، يعني حضرتك كحد متخصص في التخطيط العمراني، شايف انه يعني هل اطلعنا على سمات ملامح التجمع الجديد؟ جزيرة الوراق هيبقى شكلها ايه؟ ازاي تتنقل بهذا الحلم اللي كان وما زال لدى الدولة، واللي دفع المواطنين في سبيله، واللي دفعت الدولة في سبيله، هتتحول لايه؟ تمام، خلينا نقول يا استاذ ايهاب ان متابعة الموقف التنفيذي النهاردة، استأذن حضرتك بس تعلي صوتك شوية، خلينا نقول ان متابعة الموقف التنفيذي النهاردة من قبل دكتور مصطفى مدبولي مع جميع الوزراء او الجهات المعنية بالموضوع ده ناتج من اهتمام القيادة السياسية بجزيرة الوراق. جزيرة الوراق يا فندم هي احد الجزر اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، وهي احد ضمن 255 جزيرة، ولكنها الاكبر مساحة والاهم. مساحتها 100، احنا بنتكلم في 1600 فدان. بنتكلم النهارده على مشروع قومي يعني طال انتظاره، بدايته من بداية الألفينات، ثم فشلت الفكرة، ثم في 2010 ثم فشلت الفكرة، حتى جاء التوجه من قبل سيادة الرئيس في 2018 وصرف التعويضات اللازمة والتعويضات المقبولة لدى الأهالي ولدى الملاك. أنا عايز أستأذن حضرتك، خلينا في فكرة التخطيط العمراني. حضرتك شايف إيه الحلم؟ جزيرة الوراق كانت أشبه بالقرى والعشوائيات، وموقعها شديد التميز، ممكن يعني يجيب مليارات. صحيح. إيه الحلم بقى؟ الحلم يا فندم إن إحنا بنتكلم من منطقة عشوائية، من منطقة غير آمنة، إلى منطقة ذات أبراج سكنية وتجارية ووحدات شاملة، بجانب طبعا المنظومة الخدمية المتكاملة وبنية تحتية وشبكة طرق كاملة. احنا بنتكلم على منطقة كانت تعاني من كل اشكال انواع العشوائيات، الى منطقة حضرية، تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بس اكيد هيبقى في مشاريع تجيب فلوس علشان نصرف على التجمعات، يعني اكيد في مشروع سياحي مثلا. ده بجانب كمان المشروع السياحي، احنا بنتكلم في المرحلة العاجلة اللي الوزارات المعنية شغالة فيها دلوقتي، بنتكلم في وحدات تجارية بتتعدى المئات الوحدات التجارية اللي هتعوض المصاريف اللي تم صرفها للأهالي. احنا بنتكلم يا فندم، يعني ايه وحدات تجارية؟ محلات؟ محلات تجارية، ولكن مش بالمنظور اللي بتكون موجودة داخل التجمعات. يعني بنتكلم في مولات، بنتكلم في سكنية فاخرة بتشمل جميع الوحدات والخدمات. بجانب ايضا ان احنا بنتكلم ان يعني الوزارات والجهات المعنية مخصصة 1.1 مليار جنيه للمناطق الخضراء، بحيث تكون دي حاجة مهمة جدا. اتفضل يا فندم. أنا بشكر سعادتك جدا يا دكتور محمد فريد، مدرس مساعد كلية التخطيط العمراني. طبعا وجود لاندسكيب ومساحات خضراء كبيرة، وجود نشاط تجاري، بس الحقيقة النشاط التجاري، يعني أنا دلوقتي لما يقولوا لي خد محل، أخد محل في قرية أحط فيه الطبلية الخشب اللي بتترفع كده وأعدي كده، لما أكون في قرية. لكن لما اشوف بقى بعيني هيحصل ايه، لما اشوف المشروع السياحي والقريه النموذجيه اللي هيجي السياح من العالم كله عشان يشوفوا كانهم بيعيشوا في قريه مصريه، يشوفوا تربيه بط، تربيه فراخ، تربيه وز، يشوفوا الزراعه، يشوفوا الفلاح بيشتغل ازاي، حاجه كده زي محاوله الدكتور حسن رجب في القريه الفرعونيه، ان هو يوري السياح زمان الفراعنه كانوا عايشين ازاي. لو نجحنا ان احنا نعمل كده، انا هاجي اخد محل اعمله على احدث طراز، اعمله هايبر ماركت، مش اعمله دكانه صغيره بتاعت عم عاشور.